مرحبا بكم في مثال الانبوت ريجستر. بالانبوت ريجستر انت راح يصير عندك انالوج، وهذا الانالوج راح تستخدمه كانبوت الى الار تي يو او الى البي ال سي اللي رابط عليه. زين، انا بالمود سكان حتى اعرف اشاره الانبوت لازم استخدم الانبوت ريجستر. اوكي، انبوت ريجستر الكوموند رقم 4، وهنا بالفاكتور ايو عندي فقط هذا انالوج انبوت، فراح اخلي له لينث 1. اوكي، بالدرايفر انا سيدته على الانبوت ريجستر 0، فهنا راح استخدم 30001. اوكي، هسه كل ما اغير قيمه البوتنشيوميتر او المقاومه المتغيره، جاي اشوف بانه تتغير قيمه الانبوت ريجستر هنا بالمود سكان. زين، كل ما ارفع قيمه هذه المقاومه رفعتها 1.6 فولت، هنا جاي اشوفها 172 صارت بالانتيجر، و200 300 صارت هنا 306. تقدر تحولها الى باقي القراءات، هكسا ديسيمال تقدر تحولها الى باينري، تقدر تحولها الى ديسيمال اللي هو اسهل شيء انه. اوكي، بالباينري جاي تشوفها شلون تتحول، تقدر هذه الارقام تحولها بالحاسبه وتشوفهم ايش قاعد يصيرون بالديسيمال. اوكي، هسه هنا جاي اشوف 4.4 تحولت الى 4.39. اوكي، كل ما جاي اغير بالبوتنشيوميتر، كل ما هذا كانما هذا فولت ميتر. اوكي، انا هذا هنا رابط ملتي ميتر جاي يقيس لي الفرق الجهد على اطراف البوتنشيوميتر. زين، هنا كله هاردوير بالفاكتوري ايو، هنا عندك انبوت ريجستر جاي نقرا. اوكي، ف يعني خلي بالك اكو فرق بين القراءتين. زين، هنا 7.7 والى اخره، يعني بالعشرة فولت 10 فولت يعطيني 1000. اوكي، هذا بالنسبة للقراءة للبوتنشيوميتر او بالنسبة للانبوت ريجستر. بالنسبة للمود سكان عرفنا كيف نقرأ الانالوج انبوت، سواء مرسلة سواء بوتنشيوميتر سواء اي نوع من الانالوج انبوت باستخدام الانبوت ريجستر. اتمنى الدرس كان واضح ومفيد، وشفت المود سكان بالواقع العملي شلون تستخدمه. اوكي، نشكر متابعتكم.